مرحبا، أنا ود صالح من السعودية، أحب وأعشق الأكلات العالمية. أهم شيء عندي إني أتخطى كل الحدود وأستكشف كل شيء جديد. اليوم حبيت أعرف أكثر عن بعض أصناف الحلويات في أوروبا. عندهم النوغة الفرنسية، البسكوت النمساوي، الشوكولات البلجيكي، ما أقدر أعدهم كثير كثير، بس أكثر الأصناف المشهورة نشوفها في كل مائدة فطور أوروبية أكيد عرفتوها وشو؟ المربى. وعشان كذا حبيت أعرف أكثر عنها وتواصلت مع منتج للمربى من لاتفيا. هاي الجارز. هاي. طيب ممكن تقول لنا أكثر عن تاريخ صناعة وإنتاج المربى في أوروبا؟ لازم استمشيوس ناوكستيوس مينشيوس فرعت باوديت كو جارد. Mums ir gadsimtiem ilgas ievārījuma pagatavošanas, sūs piešanas un augļu konservēšanas tradīcijas. Mumtāz, ilhīn akdar ašumha rāvājih ilhilva un nekāt ilidīda ilisaif ilātīvī. Tieši tāds ir mūsu mērķis. Mūsdienās ražojot ievārījumus, izmantojam jaunākās tehnoloģijas, lai saglabātu augļu un ogu dabīgo garšu bez konservantiem un ar mazāku cukuru. تعرفون إن منتجي الحلويات البولندية متخصصين في إنتاج شوكولاتة الفج اللي جودته كثير عالية. راح أتواصل بواحد منهم الحين. أهلا إيوا، بالنسبة لأنواع الفج اللي عندكم طبيعية صح؟ Cześć. Tak, wykorzystujemy wyłącznie naturalne składniki, dzięki czemu nasze krówki są źródłem minerałów. وبدون أي مواد مضافة، صحيح؟ W rzeczy samej. Dodatkowo nasze surowce pochodzą z ekologicznych upraw Unii Europejskiej. Współpracujemy wyłącznie z ekologicznymi gospodarstwami, w których plony nie są narażone na pestycydy, środki ochrony roślin i inne szkodliwe modyfikacje. ممتاز. كثير من منتجي الاتحاد الأوروبي مهتمين في تحكم ومراقبة جودة منتجاتهم من حصاد المحاصيل إلين ما توصل للمحلات. وهذه بعد من منتجاتنا المفضلة، بس نشوفها وكأنها تحضرت فرش من البيت، وبغض النظر أنها جوة العلبة راح تلاقوا الشكل والمذاق نفسه دائماً. مرحبا، أنا معجبة كثير بتميز وجودة منتجاتكم. Det er fordi vi benytter traditionelle bagemetoder og kun anvender høj kvalitets ingredienser i vores produkter. Mel, sukker, vanilje og så selvfølgelig smør. Vores kvalitet hænger også sammen med den måde, vi producerer på for at opnå ensartede produkter. Vi foretager en lang række sikkerheds- og kvalitetskontroller af vores kager, lige fra indgangskontrol af de enkelte ingredienser til visuel kontrol af færdigvarerne. مرة شيء حلو نشوف شلون الأوروبيين محافظين على تقاليدهم بأعلى معايير الجودة والسلامة. هالشيء أكيد بفضل التقنيات الحديثة. وانتو قولوا لي وش حلوياتكم المفضلة؟